اهلا بحضراتكم. كان في سؤال للاستاذه خالده. استاذه خالده زعلانه من اخوها هي واخواتها البنات، ليهم اخ من اب اخر، لكن من ام يعني شقيق ليهم. فهي بتقول يعني اخونا ده احنا بتربطنا بيه علاقه طيبه، لكن هو اتجوز وبعدين طلق، وبعدين بقى عنده دلوقتي طفل، وبعد كده دلوقتي حب يتجوز واحده تانية، فجوازه التاني ده كان سريع جدا. بتقول احنا ما كناش موافقين على الزيجه التانيه لان ابنه مش مرتاح نفسيا مع الزوجة الجديدة اللي هو تزوجها. هي بتراقبه، بتواجههم بالكلام اللي بيبعتوه لأخوهم على الواتساب وكده، فبتقول احنا العلاقة بينا ماهيش يعني منضبطة، وهو خب علينا انها حامل. يمكن هو خب عشان الشحناء او الحالة الاضطراب اللي موجودة. انا مش عايزة حضرتك يا أستاذة خالدة واخواته التانيين ان احنا نبين له صورة ان احنا زعلانين، وما خلاص هو اتجوز والامر عقدة النكاح امر بيد الرجل وهو مسؤول عن قراراته. ما على الانسان الا النصيحة، وينشغل الانسان بما يعنيه، فمن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. احنا لينا حدود النصيحة فقط اختنا الفاضلة، ونفتح له الباب، وحتى لو لقيناه خبى حاجات، عشان هو اكيد عارف الحالة اللي بين حضراتكم وبين مراته، فاحنا نعمل ايه؟ نقفل بقى الباب فهو يزداد الباب، ونكلمه ونتغاضى عن الحاجات اللي هو بيعملها دي. لما تكون لحظة صافية كده نقول له يعني احنا نحب لك الخير، مهما يكون في خلاف احنا نحب لك الخير، ليه انت يعني خبيت علينا؟ وعلى العموم الف مبروك، ومبروك ان شاء الله، وان شاء الله تكون ذرية صالحة، يعني نستبشر بالخير. لكن لو خدنا موقف هيخاف لكم معلومات عنه، ويخاف يقول لكم اخبار عنه، لانه حاسس ان انتم متضايقين منه. فانا عايزه انه الصله تكون موجوده، ما يعكرش صفو الصله اي نوع من هذه الشوائب. خلاص دي زوجته، وهو مسؤول عن ابنه من زوجته الماضيه، ومسؤول عن اللي لسه هيستقبله. فاحنا نحسن اليه ونسال الله سبحانه وتعالى بصلاح ذات البين، وان شاء الله ربنا يصلح ذات البين ما بينكم. اعزموه وتوددوا له، واظهروا الصورة الطيبة، عشان يبقى اللي ما بيعملش اللي بيعمل الحاجة الوحشة هو اللي هيبقى باين في الوضع ده.